بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. المنتخب الوطني الأول بقيادة روي فيتوري اختتم تدريباته امبارح استعدادا لمواجهة الجزائر وديا على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، والمقرر لها النهاردة في ختام معسكر الفراعنة في أكتوبر الجاري. البرتغالي روي فيتوري المدير الفني منتخب مصر تحدث عن مواجهة الجزائر اللي هتقام على استاد هزاع بن زايد بالإمارات في إطار ودي استعدادا لتصفيات كأس العالم، وقال فيتوري إن مباراة الجزائر مهمة وصعبة على المنتخبين، وهنلعب دايما للفوز، وهدفي التأكيد على شخصية مصر في أو منتخب مصر في المباريات اللي هنلعبها ونقدم كرة هجومية. الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر مع الجزائر أسفر عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي المنتخب الجزائري الطقم الأخضر بالكامل، وده في المباراة الودية التي هتجمع المنتخبين باستاد هزاع بن زايد بالإمارات. المنتخب الأولمبي اختتم تدريباته بملعب بونيو داكور الدولي اللي هيستضيف مباراته الودية في أوزبكستان النهاردة الساعة 5 مساء، وده ضمن سلسلة مبارياته الودية في إطار برنامج إعداده للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. مارسيل كولر المدير الفني الأهلي عقد جلسة مع طبيب الفريق على هامش تدريبات أمس لمعرفة الموقف النهائي للاعبين المصابين قبل مباراة سيمبا التنزانية المحدد لها الجمعة اللي جاية في افتتاح بطولة دوري سوبر إفريقي لكرة القدم، حيث تأكد غياب كل من عمرو السولية ومحمود متولي وكريم فؤاد وكريم نيدفيدا عن مباراة سيمبا. ما زال موقف صلاح محسن وإمام عاشور غامض، وإن كانت النية لدى الجهاز تتجه لعدم الدفع بالثنائي أمام بطل تنزانيا حتى يكتمل شفائهم وتأهلهم بنسبة 100%، أما رامي ربيعة فتشير المعلومات بأنه هيكون جاهز بنسبة كبيرة لدخول قائمة الأهلي في رحلة تنزانيا. البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتينج والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش توجت ببطولة أمريكا المفتوحة اللي استضافتها فيلادلفيا. المنتخب الأسباني حقق الفوز على النرويج بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح في الجولة الثامنة من تصفيات أمم أوروبا، وبالفوز ده ارتفع رصيد المنتخب الأسباني للنقطة 15 في صدارة المجموعة الأولى، والمنتخب النرويجي في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وبالتالي حسم المنتخب الأسباني تأهله رفقة المنتخب الاسكتلندي، بينما ستغيب النرويج عن بطولة اليورو. منتخب تركيا حسم تأهله إلى بطولة أمم أوروبا 2024، ده بعد ما حقق الفوز أمام لاتفيا بنتيجة 4-0 في اللقاء اللي جمعهم امبارح ضمن مباريات الجولة الثامنة للتصفيات، وبالفوز ده وصل منتخب تركيا للنقطة 16 في جدول ترتيب التصفيات ليحتل المركز الأول، في حين تجمد رصيد لاتفيا عند 3 نقاط في المركز الأخير. الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن الموافقة على استضافة مباريات منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وقال الاتحاد الجزائري في بيان له أنه بناء على طلب من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب تقررت الجزائر استضافة كل مباريات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا الأمم 2027 والتكفل بكل التكاليف المتعلقة بهذه الأحداث الرياضية، ومن المقرر أن يحل المنتخب الفلسطيني ضيفا على نظيره اللبناني في الجولة الأولى من التصفيات يوم 16 نوفمبر على أن يستضيف أستراليا أو تستضيف أستراليا يوم 21 من الشهر نفسه. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لجمعة وشازني علشان نكمل معك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.